بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في المحاضرة 14، وما زلنا طبعا في الباب الثالث. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن القيم العظمى الصغرى والعظمى، للقيم القصوى بشكل عام، ثم تكلمنا عن نقطة الانقلاب. اليوم بإذن الله سنكمل الموضوع، وأيضا سنتطرق إلى بعض التطبيقات الاقتصادية. خلوني أستعرض معكم النقطة التالية، وهي عملية تقعر المنحنيات نعم أخذ الآن مثال في رسم المنحنيات. رسم المنحنيات، احنا قلنا حتى نرسم او خطوات الرسم، قلنا اولا تحديد النقاط القصوى، اذا خطوات، هذا اعتقد اللي وقفنا عندها في المحاضرة السابقة، خطوات الرسم. اولا تحديد النقاط القصوى، واحنا قلنا النقاط القصوى المقصود فيها العظمى والصغرى. اثنين، ونوع كل منها طبعا، ونوع كل منها، ثم تحديد فترات التزايد والتناقص. ثلاثة، تحديد نقط الانقلاب إن وجدت. أربعة، تحديد نقاط تقاطع المنحنى مع المحورين. خلوني أخذ الآن مثال بسيط ونحاول نوضح فيه هذه المعطيات. مثال، ارسم الدالة التالية. طبعا احنا بإمكاننا نرسم الدوال التربيعية باستخدام قوانين معينة وأيضا بحسب خبرتنا السابقة، ولكن هنا بنحاول نطبق هذه الأشياء اللي تعلمناها الآن أو في المحاضرة السابقة. الدالة اللي أمامنا الآن هي f of x تساوي x تربيع زائد 3x زائد 2، إن شاء الله يكون واضح، 3 أو x تربيع زائد 3x زائد 2. طيب الحل نشوف مع بعض. أول خطوة نوجد المشتقة الأولى، إذا نوجد f داش اوف اكس، لماذا؟ حتى نوجد النقاط القصوى او فترات التزايد والتناقص. اذا f داش اوف اكس حتساوي 2x زائد 3، ثم نساويها بالصفر حتى نوجد، اذا 2x حتساوي سالب 3 واكس تساوي سالب 3 على 2. اذا هذه الان امامي النقطة سالب 3 على 2، احاول ادرس الان التزايد والتناقص على هذه الفترات. هذه النقطة سالب 3 على 2، قبلها حنختار نقطة ولتكن مثلا، طبعا سالب 3 على 2 اللي هي سالب 1.5، فليكن هنا النقطة سالب 2، ولتكن بعدها مباشرة مثلا سالب 1 أو حتى 0، ما في إشكالية. ثم نعوض بهذه النقاط، نختار النقاط اللي اخترناها نعوض بها في المشتقة، ونشوف في المشتقة الأولى لو عوضت بسالب، إذا سالب 2 في 2 سالب 4 زائد 3 سالب 1، إذا واضح القيمة عندي هنا قيمة ماذا؟ قيم سالبة. لو عوضت بالصفر في المشتقة الأولى، صفر زائد ثلاثة بموجب ثلاثة، إذا قيم موجبة. إذا واضح عندي هنا في عملية تناقص، وفي هنا عملية ماذا؟ عملية تزايد. إذا فكأن المنحنى جاي بالصورة التالية ثم التصاعد. إذا واضح النقطة هذه عندي تعتبر ماذا؟ تعتبر قيمة صغرى محلية. إذا أقدر أقول تعتبر قيمة صغرى محلية. إذا توجد قيمة صغرى محلية. حتى أوجد فترات التزايد والتناقص، لاحظوا معي، واضح هنا من سالب إنفينيتي، إذن الفترة الأولى من سالب إنفينيتي إلى سالب 3 على 2، هذه نسميها فترة التناقص. أما فترة التزايد فتكون من سالب 3 على 2
إلى إنفينيتي وهي فترة التزايد. وهذا اتضح معي مع خلال أو باستخدام المشتقة الثانية. لو استخدمت المشتقة الثانية الآن، عفوا قبل قليل المشتقة الأولى، لو استخدمت المشتقة الثانية الآن F داش أو F دبل داش هيعطيني تقريبا كم؟ هيعطيني 2، واضح؟ و2 طبعا هنا واضح أنها أكبر من 0، وحسب التعريف اللي درسناه سابقا في المحاضرة السابقة توجد طبعا ماذا؟ التقعر إلى أعلى. إذن التقعر لأعلى، التقعر لأعلى. طيب نقطة الانقلاب أو عفوا النقطة اللي يصير فيها التقعر أو نقطة القيمة الصغرى، يسمينها القيمة الصغرى المحلية، كيف أوجدها؟ أعوض في الدالة، أعوض في الدالة هذه، أعوض بكم؟ بسالب 3/2. إذا F of سالب 3/2 حيساوي سالب على 2 تربيع زائد 3 في سالب 3/2 زائد 2، حيساوي طبعا 9/4 زائد سالب 9/2 زائد 2. حوحد المقامات هنا، أو وحد المقامات نخليها كلها 4. لو وحدت المقامات حيكون عندي الناتج بالضبط حيكون سالب ربع. إذن حتى أوضح 9/4 ناقص طبعا، أو وحد المقامات حضر بينها في 2 ناقص 18/4 زائد 8/4. لو جمعت هذه الآن 9 مع سالب فيها سالب 9، سالب 9 مع موجب 8 حيعطيني سالب ربع. إذن حيعطيني في الأخير كم؟ سالب ربع. إذن عندي النقطة الآن بحاول أرسم. عندي النقطة الآن اللي فيها عملية اللي هو القيمة الصغرى المحلية، هي قيمة الإكس بسالب 3/2 وقيمة الواي كم؟ سالب ربع. طب حاول أرسم الآن بشكل سريع. هذا محور X محور Y. لو قلنا هذه مثلا سالب 1 سالب 1 أو سالب 3/2 وهنا سالب 2 وهكذا. مثلا لو قلنا هنا سالب ربع سالب 1 وهكذا. أوكي. أنا كبرت المسافات حتى بس أتضح الرسمة أكثر. النقطة اللي يكون عندها أو النقطة الصغرى المحلية قيمتها سالب 3/2 مع سالب ربع، إذن هنا في المنطقة هذه بالضبط، هذا نسميه الرأس. لاحظوا معي فترة التزايد من سالب إنفينيتي إلى سالب على 2 سالب 3/2 تعتبر فترة ماذا؟ فترة تناقص. إذن واضح الدالة أنها جاية بالشكل هذا وصاعدة في الجهة الأخرى. قبل ما أرسم أيضا أحاول أني أوجد نقاط تقاطع المحورين. إذن نحاول نكمل هنا، نوجد الآن نقاط تقاطع المحورين. طبعا كما ترون الآن أنا أستطيع أرسم ولكن لا أدري أين يقع أو أين يقطع محور X وأين يقطع محور Y. فحتى نوجد الآن نقاط التقاطع كما تعلمنا في المقرر السابق كالتالي: X تربيع زائد 3X زائد 2. إذا أردت نوجد تقاطع مع محور X، تقاطع مع خلينا نقول محور Y أولا مع محور Y، نضع X تساوي 0. إذن F of 0 حتساوي 0 زائد 0 زائد 2. إذن واضح التقاطع عندي حيكون عند 0 و 2. إذن يقطع محور Y، يقطع محور Y عند 0 و 2. تقاطع مع محور X نضع مع محور Y نضع X تساوي، أو الآن نريد مع محور X عفوا مع محور X، فنضع نضع Y بصفر، نضع Y تساوي صفر. إذن المعادلة مرة أخرى: Y بصفر، إذن ال F of X بصفر حتساوي X تربيع زائد 3X زائد 2. هذه الآن أحاول أحللها، عددان حاصل ضربهما 2 وحاصل جمعهما 3، إذن X زائد 2 و X زائد 1. هذا الكلام كله تعلمناه سابقا. إذن معناتنا X زائد 2 تساوي 0 ومنها X تساوي سالب 2. إذن النقطة الأولى المقطع الأول عند سالب 2، المقطع الثاني X بلس 1 تساوي 0 ومنها X تساوي سالب 1. إذن عندي المنحنى، المنحنى يقطع محور X، يقطع محور X عند النقطة سالب 2 وعند النقطة سالب 1، ويقطع محور Y عند النقطة كم؟ 0 و 2. إذا لو أردت أرسم مرة ثانية، خلونا نرسم هنا
مرة أخرى، هذا محور واي وهذا محور اكس، سالب واحد سالب اثنين، وهنا سالب ثلاثة على اثنين، سالب ربع، سالب واحد، وهكذا. طيب النقطة أولا نوجد نقطة القيمة الصغرى اللي قلنا سالب ثلاثة على اثنين في اكس وسالب ربع، إذا تقريبا في النقطة هذه. الآن نأتي إلى نقاط تقاطع مع محور اكس عند النقطة سالب، إذا يقطع هنا بالضبط ويقطع عند سالب اثنين ويقطع هنا بالضبط. حسب الفترات، فترة الزايد لاحظوا معي، من سالب انفينيتي إلى سالب ثلاثة على اثنين فالدالة متناقصة، إذا الدالة جاية بالشكل هذا، الدالة متناقصة بالشكل هذا. ثم الدالة متزايدة من سالب ثلاثة على اثنين إلى انفينيتي، إذا واضح الدالة أصبحت بالشكل التالي. يقطع محور واي عند النقطة هذه بالضبط، النقطة هذه كما أوجدناها معاكم قبل قليل هي كم؟ هي صفر واثنين، إذا هذه هذا المنحنى الذي استطعنا نرسمه الآن. النقطة هذه هي قيمة صغرى محلية، نقاط التقاطع مع محور اكس هي سالب واحد وسالب اثنين، ونقطة التقاطع مع محور واي هي كم؟ هي اثنين. إذا مرة أخرى لدي الدالة أمامنا f of x تساوي x تربيع زائد 3x زائد 2. حتى أرسم هذه الدالة ممكن بالخطوات التي تعلمناها سابقا، أولا نوجد المشتقة الأولى، أوجدناها وساويناها بالصفر، أوجدنا النقطة اللي عندي اللي سالب 3 على 2، درسنا إشارة المشتقة، وجدناها قبل السالب 3 على 2 هي سالبة، وبعد السالب 3 على 2 هي موجبة، وبالتالي فهذه منطقة تناقص وهذه منطقة تزايد. إذا أقدر أقول الفترة أو الدالة أو المشتقة أو الدالة عفوا هي متناقصة في الفترة من سالب إنفينيتي إلى سالب 3 على 2، وفي نفس الوقت متزايدة من سالب 3 على 2 إلى إنفينيتي. ثم وجدنا التقاعر، كان التقاعر لأعلى، لماذا؟ لأن المشتقة الثانية موجبة تساوي 2 وهي أكبر من الصفر. إذا واضح التقاعر حيكون بالشكل التالي، تقاعر إلى أعلى. بعد ذلك أوجدنا نقطة النقطة القصوى، عوضنا بسالب 3 على 2 في الدالة، وجدناها تساوي سالب 3 على 2 وسالب ربع. الخطوة الأخيرة أوجدنا نقاط تقاطع مع المحورين، فكان أولا أوجدنا نقطة تقاطع مع محور واي، وضعنا إكس بصفر حتى نوجد تقاطع محور واي. عندما وضعنا إكس بصفر وجدنا أو استنتجنا النقطة صفر واثنين، إذا يقطع محور واي عند النقطة اثنين. ثم نريد إيجاد التقاطع مع محور إكس، فوضعنا واي تساوي صفر. إذا أصبحت عندي المعادلة بالدرجة الثانية، حللتها كما تعلمنا التحليل سابقا، وجدت النقاط اللي عندي هي سالب اثنين وسالب واحد، إذا يقطع محور إكس عند النقطة سالب اثنين وعند النقطة سالب واحد. فلما رسمت المنحنى بناء على هذه المواصفات أو هذه الخصائص كان المنحنى بهذه الصورة. طيب أتمنى منكم إن شاء الله تحاولون تحلوا لي هذا أيضا هذا المثال، هذا التمرين. إذا تمرين ارسم منحنى الدالة f of x تساوي x سكوير minus 2x plus 1 مستخدما الخصائص التي درستها سابقا. اوكي، إذن علي أني أطبق الآن الخصائص اللي تعلمناها، المشتقة الأولى المشتقة الثانية، فترات التزايد فترات التناقص، ثم نقاط تقاطع المحور X مع أيضا ونقاط تقاطع المحور Y، وأستطيع أرسم. طبعا أيضا ممكن يكون عندي الدوال من الدرجة الثالثة والرابعة وهكذا، ولكن كلما كانت الدرجة أكبر كلما كان عندي صعوبة في عملية الرسم. أوكي، أيضا وضعت لكم مثال هنا موجود من الدرجة الثالثة، من أراد أيضا أن يحاول فيه، ولكن ممكن نكتفي بالدرجة الثانية. خلوني أعطيكم مثلا، لو كان عندي دالة من الدرجة الثالثة نحاول نحللها مع بعض أو نشوف مع بعض الرسم الدالة هذه. لو فرضنا عندي الآن دالة بالشكل التالي، دالة بالشكل التالي، لاحظوا معي هذه الدالة هي دالة من الدرجة الثالثة. لاحظوا معي الآن هذه النقطة حسب ما تعلمنا تعتبر ماذا؟ تعتبر قيمة عظمى محلية. أوكي؟ هذه النقطة اللي هنا تعتبر ماذا؟ تعتبر
قيمة صغرى محلية. هذه النقطة اللي هنا وهذه النقطة وهذه النقطة تعتبر نقاط تقاطع. ماذا؟ تقاطع مع محور X. إذا النقاط تقاطع المنحنى مع محور X. أيضا النقطة هذه تعتبر نقطة تقاطع، نقطة تقاطع المنحنى مع محور Y. لاحظوا معي الآن، أنا استطعت أني أحدد بعض الخصائص من هذا الرسم بالضبط. على عدد التقعرات اللي عندي يكون عندي طبعا من الدرجة الزيادة أزود واحد يصبح من الدرجة الثالثة. إذا عندي تقعرين واحد اثنين، إذا أقدر أقول عندي إيش؟ عندي درجة الثالثة، منحنى من الدرجة الثالثة. لاحظوا معي هذه النقطة اللي هنا، نقطة كان المنحنى جاي بالصورة هذه ثم انقلب، إذا هذه تسمى نقطة انقلاب. نقطة انقلاب قلنا عند نقطة الانقلاب ماذا يحدث؟ عند نقطة الانقلاب بالشكل التالي، تكون الدالة قبلها متزايدة ثم أصبحت متناقصة، أو تكون متناقصة ثم أصبحت متزايدة. طيب هذه أنا فقط بشكل سريع حبيت بس أوريكم كيف يكون عندي بعض الخصائص من الرسم. خلوني أبدأ الآن في النقطة المهمة في محاضرة اليوم أو النقطة الأهم، وهي نسميها طبعا التطبيقات الاقتصادية على الاشتقاق. إذن تطبيقات اقتصادية على الاشتقاق. أوكي؟ أول تطبيق حنتكلم عنه الآن هو التطبيق اللي اسمه دليل الطلب. دليل الطلب، لاحظوا معي التعريف هذا، تسمى سرعة تغير السعر اللي رمزنا له بالرمز P price بالنسبة إلى كمية الطلب اللي رمزنا لها بالرمز QD، تسمى بدليل الطلب. إذن سرعة تغير السعر بالنسبة لكمية الطلب تسمى دليل الطلب، أي أن، وإحنا قلنا التغير أو سرعة التغير، معدل التغير سميناها المشتقة الأولى، أي أن دليل الطلب حيساوي، لاحظوا معي حشتق الآن البي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكيو دي، إذن حيساوي dp by du qd. إذن هذه الآن نسميه ماذا؟ نسميه دليل الطلب. كيف أحصل عليه؟ نشتق السرعة، نشتق السعر بالنسبة للكمية بالنسبة للكيو دي، فنحصل على ماذا؟ على دليل الطلب. خلوني أخذ مثال آخر، مثال أوضح ذلك. إذا مرة أخرى، ما هو دليل الطلب؟ دليل الطلب هو سرعة تغير السعر بالنسبة لكمية الطلب، ونوجده بإيجاد المشتقة الأولى بإيجاد المشتقة الأولى بالنسبة للسعر. طيب نشوف مع بعض هذا المثال. يرتبط طلب وحدات من سلعة معينة بكمية اللي هو كمية الطلب بسعر البيع، بسعر البيع اللي هو سميناه P بالمعادلة التالية. إذا لاحظوا معي هذه المعادلة تربط الكيو دي بالبي، تربط كمية الطلب بالسعر وفقا للمعادلة التالية. المعادلة هي بي سكوير بلس 20 كيو دي ماينس 100 ايكوالز 0، حيث تقدر البي بالريال، يعني السعر بالريال، والكيو دي بآلاف الوحدات. اوكي، اذا عندي الان معادله، هذه المعادله امامنا، بي سكوير زائد 20 كيو دي ناقص 100 تساوي 0. المطلوب الان مني اوجد دليل الطلب، اوجد دليل الطلب. اوكي، سؤال بسيط جدا. انا اعرف دليل الطلب عباره عن ماذا؟ عباره عن المشتقه الاولى للسرعه للسعر. اذا المشتقه الاولى للسعر بالنسبه للكيو دي،
إذن لاحظوا معي الآن، أنا أحاول الآن أني أوجد المشتقة الأولى للسعر. أنا عندي P square، فلذلك أنا أحتاج P. إذا لاحظوا معي إيش بسوي الآن، أقدر أقول P square هتساوي، حنقل الحدود الأخرى بإضافة المعكوس الجمعي، لاحظوا معي حيكون عندي الآن ناقص 20 كيو دي زائدا كم؟ زائدا 100. ايش سويت انا؟ وضعت بي سكوير وحدها في الطرف الايسر، ثم نقلت الحدود الاخرى في الطرف الايمن باضافه المعكوس الجمعي، اذا 20 كيو دي سالب 20 كيو دي بلس 100. انا احتاج بي وليس بي سكوير، اذا باخذ الجذر التربيعي، اذا بي حيساوي سالب 20 كيو دي زائد 100. طبعا ما انسى موجب وسالب، فقط حنختار القيمة الموجبة. إذا السعر لابد يكون قيمة موجبة، إذا الكمية الموجبة اللي عندي هي سالب 20 كيو دي بلس 100. هذه الآن أصبحت المعادلة الآن بأبسط صورة بالشكل البسيط هذا، بي حتساوي ناقص 20 كيو دي بلس 100، أو 100 ناقص 20 كيو دي، نفس القضية. الآن نشتق السعر بالنسبة لكيو دي، نشوف مع بعض. إذا دي بي باي ديو كيو دي حيساوي، حشتق الآن، لا تنسون طبعا هذا عبارة عن الجذر، ممكن سالب 20 كيو دي زائد 100. لاحظوا معي كما تعلمنا في الاشتقاق في المحاضرة المخصصة للاشتقاق في القوانين، هذه ممكن أحولها إلى، حتى أشتقها ممكن أحولها إلى 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 الشكل البسيط هذا، عبارة عن سالب 20 كيو دي زائد 100 مرفوعة للقوة كم؟ للقوة نص. الآن أستطيع أني أشتق، لاحظوا معي كيف أشتق الآن. إذا أقدر أشتق الآن، الاشتقاق حيساوي، طبعا ما أنسى هذه أصلا بي، عفوا هذه بي، حشتقها الآن، دي بي باي دي كيو حيساوي، حشتقها عبارة عن نص في القوس سالب 20 كيو دي بلس 100، وحطرح نص، أطرح منها سالب واحد، إذا حيكون سالب نص. لماذا؟ نص ناقص واحد، نص ناقص واحد حيساوي كم؟ سالب نص. مضروبا في ماذا؟ في مشتقة ما بداخل القوس. مشتقة ما بداخل القوس عندي كم هنا؟ سالب 20 كيو دي، اشتقها حيعطيني سالب 20. أوكي؟ أحاول أرتبها أكثر الآن. إذا هي عبارة عن، ممكن أنزل هذه في المقام، إذا دي بي باي ديو كي دي حيساوي، ممكن حيكون عندي الشكل التالي، سالب 20 على نص، طبعا هنا 2، أوكي 2 في المقام، وحنزل هذه على شكل قوس، عبارة عن سالب 20 كيو دي بلس 100 مرفوع للقوة نص، وأيضا حتساوي في الأخير 20 على 2 فيها كم؟ فيها 10، إذا سالب 10 على، وحاخذ الجذر التربيعي أحوله إلى شكل جذر، سالب 20 كيو دي بلس 100. أوكي؟ طبعا لاحظوا معي الآن المشتقة طلعت بالقيمة السالبة، لماذا؟ إذا هنا تفسير الإشارة السالبة، هذا تعني إلى زيادة في الطلب، تعني زيادة في الطلب، يرافقها في نفس الوقت يرافقها نقصان في السعر. خلوني أعيد مرة ثانية المثال البسيط، مثال جدا بسيط ولكن يحتاج أنفسكم تعيدون الحل، ثم بعطيكم تمرين على هذا المثال أيضا. دليل الطلب كما اتفقت معاكم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سرعة تغير السعر بالنسبة للكمية الطلب، وقلنا هو عبارة عن المشتقة الأولى للسعر. أنا أحيانا يعني أدخل على السرعة فأقصد فيها السعر طبعا. إذا عبارة عن مشتقة السعر بالنسبة للكمية، إذا تي بي على أو بالنسبة لدي كيو دي. أخذنا الآن مثال بسيط يقول يرتبط طلب وحدات من سلعة معينة كمية معينة بسعر البيع البي بالمعادلة التالية، بي سكوير بلس 20 كيو دي ماينس 100 ايكوال 0. هذه المعادلة أمامي من الدرجة الثانية. المطلوب الآن أوجد دليل الطلب،
فحتى أوجد دليل الطلب معناته لابد أشتق ال P. أنا عندي P سكوير، إذا لابد أوجد ال P فقط. إذا لاحظوا معي ال P حتساوي الجذر التربيعي الموجب والسالب للكمية هذه. طبعا السير حيكون موجب أكيد، فأنا هختار الكمية الموجبة. إذا ال P حتساوي جذر سالب 20 كيو دي بلس 100. الآن الدليل الطلب كما تعلمون هو المشتقة الأولى، إذا عليني أشتق السعر الآن. إذا عليني أشتق السعر. إذا لو أشتقيت السعر الآن، أنا عندي ال P تساوي هي نفس الكمية هذه، أحاول أغير شكلها أخليها على شكل قوس أسهل. بعد ذلك طبعا أنا ممكن أطبق قاعدة الجذر، ولكن يمكن تعودنا على القوس بالشكل هذا. ثم هشتق الآن، لاحظوا معي أشتق الآن السعر دي بي باي دي كيو. هشتق الكمية هذه النص طبعا هنزلها برا القوس، ثم كمية ما بداخل القوس، وأطرح واحد من الأس، واحد أو نص ناقص واحد فيها سالب نص، مضروبة في مشتقة ما بداخل القوس مشتقتها سالب 20. ثم أبسطها مرة أخرى بالصورة البسيطة هذه، سالب 20 على طبعا نزلت القوس تحت بالإشارة الموجبة، ثم شطبت العشرين مع الاثنين فيها 10 قيمة سالبة ما أنسى، على الجذر التربيعي لسالب 20 كيو دي بلس 100. نعطيكم الآن تمرين. قلنا الإشارة السالبة هذه تعني أن هناك زيادة في الطلب يرافقها نقصان في السعر في نفس الوقت. تمرين أيضا مباشر وسهل ومباشر على هذا المثال. تمرين: إذا كانت معادلة الطلب، طبعا بعطيكم مربع، طبعا معادلة الطلب هي P سكوير بلس 5 كيو دي ماينس 200 يساوي صفر. أوجد دليل الطلب. واضح؟ إذا عندي تمرين بسيط جدا ومشابه للمثال. أنا عندي P سكوير بلس 5 كيو دي ماينس 200 يساوي زيرو. أوجد دليل الطلب. حتى أوجد دليل الطلب كما تعلمنا مضطر أني أوجد أول شيء P لوحدها، ثم أشتقها بالنسبة للكمية، بعد ذلك أستطيع أني أحدد دليل الطلب. طيب إذا أول نقطة تكلمنا عن دليل الطلب، الآن حتكلم عن دليل الإنتاج. إذا التطبيق الثاني نسميه دليل الإنتاج، ويسمى أيضا التكلفة الحدية، التكلفة الحدية أو الكلفة الحدية. طيب نشوف مع بعض، أحاول أعرف لكم التكلفة الحدية أو دليل الإنتاج. تجد بعض الشركات أن التكلفة أو الكلفة، التكلفة سي للكوست لإنتاج كمية معينة من إحدى السلع، من إحدى السلع هي في معادلة معينة، هنا حنشتغل عليها. الكوست أو التكلفة هي عبارة عن دالة في الكمية F of Q حيساوي A زائد BQ بلس E over Q بلس MQ سكوير. هذه الكمية نسميها الكابح. حبدأ أعرف الآن، حيث حبدأ أعرف هذه الثوابت والمتغيرات. A هي كلفة ثابتة، كلفة يعني تكلفة، يعني كلفة وليست الكلفة، هذه أعتقد أنها في التصميم في الخياطة أو في التصميم. على كل الكلفة أنا أقصد فيها هنا التكلفة. أوكي، إذا التكلفة أو الكلفة الثابتة تعتبر إضافية لا تعتمد على عدد الوحدات المنتجة. أوكي، أيضا P تكاليف إنتاج وحدة واحدة بالريال. أوكي، البي كيو تكاليف كيو من الوحدات. أوكي، هذا مجموع التكاليف. ثم إي هذا عدد موجب، فإن طبعا إي على كيو يتناقص مع تزايد الكمية، ولا لا، كلما كبر المقام كلما قلت الكمية معي بشكل عام.
فيصبح طبعا ذلك فيصبح أفضل اقتصاديا. أوكي؟ ولكن في نفس الوقت، ولكن إذا زادت الكيو فإن الحد ام كيو سكوير اللي سميناه طبعا الكابح المسمى بالكابح يزيد، يزيد من قيمة التكاليف، يزيد من قيمة التكاليف. طبعا أنا أحاول أكتب لكم هذه المعلومات النظرية البسيطة جدا مرة أخرى. دليل الإنتاج أنا ممكن أقول لك بها بدون حتى ما أكتبها، ولكن أنا أفضل أكتبها حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. دليل الإنتاج هي أو نسميها التكلفة الحدية. بعض الشركات لديها معادلة معينة، هذه المعادلة أمامنا الآن، معادلة تربط بعض المتغيرات والثوابت. لاحظوا معي، التكلفة أو الكوست تساوي دالة في الكمية F of Q هتساوي A زائد B Q زائد E على Q زائد M Q سكوير. عرفنا هذه الثوابت معي والمتغيرات، A قلنا كلفة ثابتة، B تكاليف إنتاج وحدة واحدة، والبي كيو هي تكاليف الكيو من الوحدات، والإي هو عدد موجب له علاقة بالكمية، كلما زادت أو كلما زادت الكمية تصبح عندي أفضل اقتصادية يتناقص الكيو، وأيضا كلما زادت الكيو فإن الحد أو المسمى بالكابح يعتبر أو يزيد من قيمة التكاليف. طيب أقدر أقول الآن وبصورة عامة إذا كانت سي كيو وبصورة عامة، إذا كانت سي كيو ممكن نسمي هذه اف اوف كيو أو سي كيو ما في إشكالية، إذا كان سي كيو هي كلفة إنتاج كيو من الوحدات تسمى سي. أوكي؟ وإذا كانت اف قابلة للإشتقاق، إذا كانت اف قابلة للإشتقاق يعني دي سي باي ديو كيو هو سرعة تغير التكلفة بالنسبة للإنتاج. أوكي؟ إذا مرة أخرى، إذا اشتقيت أنا السي بالنسبة للكل للكمية فهي تسمى سرعة تغير التكلفة بالنسبة للإنتاج. طيب إذا أقدر أقول الآن القاعدة المهمة، الآن القاعدة المهمة عندي هي الآن دليل الإنتاج. إذا قاعدة دليل الإنتاج هي كالتالي زي ما ذكرنا قبل في دليل الطلب، عبارة عن مشتقة السي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكيو أو للكمية. وتكون طبعا التكلفة أقل ما يمكن إذا كانت عندي دليل، الدليل يساوي صفر، ما يمكن إذا كان دليل الإنتاج، إذا كان الدليل يساوي الصفر يعني المشتقة هذه تساوي الصفر. إذا مرة أخرى أنا عندي القاعدة، هذه القاعدة مهمة جدا، دليل الإنتاج هو مشتقة السي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكيو. خلوني أوضح الكلام هذا في مثال بسيط تتضح لكم الصورة مباشرة. مثال، قدرت إحدى الشركات، أن التكلفة CQ لصنع كمية من المنتجات هي بالتقريب تمثلها المعادلة التالية. طبعا هذه دالة في الكمية C of Q هتساوي 100 زائد 10 على Q زائد Q سكوير مقسومة على كم؟ على 200. السؤال، فكم وحدة تصنع حتى تكون التكلفة، حتى تكون الكلفة أو التكلفة أقل ما يمكن؟ أوكي؟ إذا مرة أخرى، قدرت إحدى الشركات أن التكلفة عندهم ممكن تمثلها بالقاعدة التالية أو بالمعادلة البسيطة هذه C of Q حتساوي 100 زائد Q زائد 10 على Q زائد Q سكوير على 200. السؤال، كم وحدة تصنع حتى تكون التكلفة أقل ما يمكن، حتى تكون التكلفة أقل ما يمكن؟
طيب نشوف مع بعض كيف الحل. تكون التكلفة أقل ما يمكن حسب ما تعلمنا قبل قليل، تكون التكلفة أقل ما يمكن حسب ما ذكرناها قبل قليل، لاحظوا معي، تكون التكلفة أقل ما يمكن إذا كان الدليل يساوي صفر، لو دليل الإنتاج يساوي صفر، إذا كان دي سي باي دي كيو يساوي صفر، هذا نسميه ماذا؟ نسميه دليل الإنتاج. أوكي؟ طيب الآن علي أني أوجد الآن دي سي باي دي كيو، هذه عندي سي، أعاول أني أشتقها وأساويها بالصفر. أوكي؟ إذا هذه سي الآن الدالة، بحاول أشتقها المشتقة الأولى وأساويها بالصفر. يلا نشوف مع بعض كيف نشتقها. إذا دي سي باي دي كيو حساويها بالصفر طبعا، حشتق الآن مشتقة المئة بصفر، 10 على كيو مشتقتها كم؟ تذكرون في المحاضرة السابقة أو اللي قبلها قلنا الدالة المقلوبة، الدالة المقلوبة إذا قلنا 1 على إكس فمشتقتها كم؟ قلنا سالب 1 على ماذا؟ على إكس تربيع، إذا سالب مشتقة المقام على مربع المقام. إذا لاحظوا معي 10 على كيو حيكون مشتقتها سالب 10 على كيو سكوير، هاي دالة دالة مقلوبة زائد. أيضا مشتقة هذه عبارة عن 2 على 200 مضروبة في كم؟ في كيو. الآن جالس أشتق الآن، إذا حيساوي مرة أخرى، إذا دي سي باي دي كيو حيساوي سالب 10 على كيو سكوير زائد 2 على 200 فيها كم؟ فيها 100 لو اختصرتها، إذا كأنها كيو على كم؟ على 100، حيساوي صفر. ولا لا؟ احنا قلنا المشتقة يجب أن تساوي صفر حتى يكون دليل الإنتاج أو تكون تكلفة أقل ما يمكن، متى؟ إذا كان دليل الإنتاج يساوي صفر. هذه الآن معادلة أمامنا، أستطيع أقول مباشرة كيو على 100 حيساوي، حنقل هذه في الطرف الآخر، 10 على كيو سكوير. إذا وسطين في طرفين بالضرب، بضرب الوسطين في الطرفين، كيو في كيو سكوير حيعطيني كيو كيوب أو كيو تكعيب، حيساوي 10 في 100 ألف. إذا كيو حتساوي كم؟ 10. الجذر التكعيبي بأخذ الجذر التكعيبي. أوكي؟ إذا هنا واضح الآن أن الكمية عندي هي كيو تساوي كم؟ 10. خلوني أعيدها مرة ثانية بشكل سريع. هذه معادلة بشكل عام، هي معادلة في إحدى الشركات اللي تمثل التكلفة. إذا التكلفة عندي عبارة عن 100 زائد 10 على كيو زائد كيو سكوير على 200، السؤال كم وحدة تصنع حتى تكون هذه التكلفة أقل ما يمكن؟ فعلي أني أوجد الآن كيو، كيو حتى تكون عندي إيش؟ التكلفة أقل ما يمكن. احنا ذكرنا أيضا قلنا متى تكون التكلفة أقل ما يمكن، هناك شرط، عندما يكون دي سي باي دي كيو يساوي صفر، عندما تكون مشتقة أو مشتقة التكلفة تساوي كم؟ صفر، وهي سميناها المشتقة تسمى بدليل الإنتاج. إذا عندما يكون دليل الإنتاج يساوي صفر فإن التكلفة تكون ماذا؟ أقل ما يمكن. طيب الآن الحل، هذه المعادلة أمامي فحاول أني أشتق هذه المعادلة، نشوف مع بعض. المية مشتقتها صفر، 10 على كيو مشتقتها أذكركم طبعا إذا قلنا 1 على إكس، لو قلنا إف أوف إكس، هذا الكلام تعلمناه سابقا في المحاضرة السابقة، فإن إف داش أوف إكس الدالة المقلوبة عبارة عن سالب 1 على مربع المقام. طيب لو أخذنا دالة أخرى ولتكن إف أوف إكس تساوي 1 على إكس أس 5، أريد الآن مشتقتها، إذا إف داش أوف إكس حتساوي سالب 1 على إكس أس 5 حربعها حتصير إكس أس كم؟ أس 10، مضروبة في البسط في مشتقة المقام اللي هو 5 إكس أس 4 وهكذا. لو اشترطت هذه مع هذه حيقول سالب 5 إكس أس 6. أوكي؟ على كل حال أنا أعطيتكم طبعا أو جاني الآن 10 على كيو حتى أشتقها، إذا إف أوف كيو حتى أشتقها إف داش حيساوي سالب 10 على كم؟ على كيو سكوير، طبعا مشتقة الكيوب 1، 1 في 10 ب 10، واضح؟ أوكي. إذا حيكون عندي
سالب 10 على كيو سكوير زائد، حاشتق الآن الكيو سكوير على 200، عندي كيو سكوير على 200، هذه الدالة في الكمية، كأنها اف اوف كيو حتساوي 1 على 200 مضروبة في كيو سكوير. اشتق هذه، لو اشتقيناها عبارة عن 2 كيو ولا لا؟ إذا 2 على 200 ضرب كيو، فيها كم؟ فيها كيو على كم؟ على 100. إذا اشتقينا الآن اللي هو 2 على اللهم صل، اشتقينا كيو سكوير على 200، طلعت معي 2 على 200 كيو، يعني كيو على 100. إذا المشتقة الأولى مشتقة التكلفة هي بالشكل التالي. هذه الآن أحاول أوجد قيمة كيو، إذا لو سويتها تساوي صفر طرفين، نقلت هذه في الطرف الأيمن، أصبحت كيو على 100 تساوي 10 على كيو سكوير، ضرب وسطين في طرفين، كيو سكوير ضرب كيو بكيو تكعيب، و100 في 10 ب1000. إذا الجذر التكعيبي للكيو تكعيب حيساوي كيو، والجذر التكعيبي لألف هو كم؟ 10. إذا الكمية هي 10، إذا كانت عندي الكمية كمية هذه 10، فإن التكلفة ستكون أقل ما يمكن. طيب خلوني أعطيكم تمرين على هذا الكلام، طبقون عليه أيضا. إذا تمرين، إذا كانت C of Q تساوي 50 زائد 5 على Q زائد Q سكوير على 125، أوجد عدد الوحدات المصنعة حتى تكون التكلفة، الكلفة أو التكلفة أقل ما يمكن. أوكي؟ إذا هذا التمرين الآن إن شاء الله تضيفونه إلى التمارين السابقة، أوجد عدد الوحدات المصنعة حتى تكون التكلفة أقل ما يمكن. طيب أخذنا دليل الطلب، ثم أخذنا دليل الإنتاج، الآن حتكلم عن دليل حتكلم عن الربح أو الفائدة، حتكلم عن الربح الآن. إذا التطبيق الثالث أو التطبيق الاقتصادي الثالث هو الربح، أو الفائدة. طيب نشوف مع بعض، إذا كانت شركة تنتج كيو وحدة من السلع، فإن الربح والإيراد، الإيراد الداخل أو المدخلات والتكاليف، إذا عندي ثلاثة أشياء، عندي ربح وإيراد وتكاليف، تعتمد على الكمية المنتجة من هذه السلعة حسب العلاقة التالية، حسب العلاقة. إذا أنا عندي ثلاثة أشياء، عندي ربح وإيراد وتكلفة، إذا أقدر أقول الآن الربح حيساوي الإيراد ناقص التكاليف. هذه علاقة، الكل يعرف هذه العلاقة، علاقة مهمة جدا. الربح عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المدخلات، الإيراد نقص منها التكلفة، هيعطيك بالضبط الربح. إذا أقدر أقول أنا ممكن أمثلها بالعلاقة التالية، D of Q حيساوي R of Q minus C of Q. أوكي؟ عندي الآن الدي هي حنسميها الربح، الربح، الآر حنسميها الإيراد، وهنا السي هي التكلفة، هي التكلفة. إذا عندي الآن معادلة مهمة جدا، أن الدي تساوي الآر ماينس السي، ولجعل الربح أكبر ما يمكن، لجعل الربح أكبر ما يمكن نضع، لاحظوا معي المشتقة الآن دي داش اوف كيو، وهي مشتقة الدي بالنسبة للكمية تساوي الصفر. إذا حتى يكون عندي الربح أكبر ما يمكن، يجب أن يكون عندي مشتقة الربح طبعا بالنسبة للكمية تساوي كم؟ صفر.
هذه طبعا هي النقطة المهمة جدا، أي أن لو اشتقيت بشكل عام R dash of Q minus C dash of Q حيساوي صفر، ومنها R dash of Q تساوي C dash of Q. إذا معناها يكون الربح، طبعا أقدر أقول لكم الآن يكون الربح أكبر ما يمكن، طبعا إذا تساوت ماذا؟ إذا تساوت عدد ال عفوا التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي، إذا يكون الربح أكبر ما يمكن إذا تساوت التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي، أوكي؟ طيب إذا مرة أخرى الربح أو الفائدة، في عندي قاعدة هنا أو معادلة مهمة جدا، الربح تساوي الإيراد ناقص التكاليف. إذا عندي الدي تمثل الربح، والآر تمثل الإيراد، والسي تمثل التكلفة. إذا الدي حتساوي آر ناقص سي. لو أخذت المشتقة الأولى للدي وساويتها بالصفر، فآر أو مشتقة الآر ناقص مشتقة السي تساوي الصفر. هذا يعني أن مشتقة الآر تساوي مشتقة السي، وهذا يعني أن الكمية الربح تكون أعلى ما يمكن. متى؟ إذا كانت عندي التكلفة الحدية تساوي ماذا؟ تساوي الإيراد الحدي. طبعا احنا لما نأخذ مثال تتضح هذه الصورة بشكل أفضل. نأخذ مثال الآن، مثال جد القيمة العظمى للربح إذا كان الإيراد يساوي 40 كيو ماينس كيو سكوير، والتكلفة تساوي 10 زائد 5 كيو بلس كيو سكوير على 4. هذا سؤال جميل جدا. أوجد القيمة العظمى للربح إذا كان الإيراد أعطاني الآن يمثلها المعادلة البسيطة التالية: 40 كيو ناقص كيو سكوير، والتكلفة تساوي كم؟ 10 زائد 5 كيو زائد كيو سكوير على 4. طيب الحل، أولا أنا أعرف الإيراد حسب ما تعلمنا قبل قليل إيش يساوي؟ يساوي الربح، سوري الربح إيش يساوي؟ الربح يساوي الإيراد ناقص التكلفة، أو ممكن الإيراد يساوي التكلفة ناقص الربح، فهي عملية يعني سيان ما تفرق معنا. إذا الربح يساوي، هنا نحتاج إلى الربح، إذا القيمة العظمى للربح، الربح يساوي الإيراد ناقص التكلفة. الإيراد هذه معادلته، والتكلفة هذه معادلته. طبعا احنا قلنا دي اف كيو حيساوي حسب القاعدة اللي قبل قليل حيساوي ار اوف كيو ماينس سي اوف كيو، اوكي. انا عندي الان الايراد اللي هو الار قيمته كم؟ اللي هي 40. اذا دي اوف كيو حتساوي، حبدا اعوض الان، 40 ناقص كيو سكوير هذا الايراد، حنقص من ماذا هذا الناقص؟ طبعا اللي هنا واضح، حنقص من، حنقص منه ايش؟ السي كيو، التكلفه. التكلفه عندي كم؟ 10 زائد 5 كيو زائد كيو سكوير على كم؟ على 4. لاحظوا معي، عشان إشارة السالب وضعت هنا قوس، فممكن البعض يقول ناقص 10 زائد 5، وهذا طبعا خطأ، إذا لابد يكون عندي فيه قوس هنا أطرح الكمية كاملة، أوكي؟ حبدأ الآن أفك القوس باستخدام الضرب السالب هذا وسالب واحد، إذا 40 ناقص كيو سكوير ناقص 10 ناقص 5 كيو ناقص كيو سكوير على كم؟ على 4. أحاول أجمع الآن الحدود المتشابهة، عندي هنا كم؟ 40 ناقص 10 مضبوط؟ نعم، أوكي. المعادلة طبعا حتى أتأكد بس من المسألة، إذا 40 كيو ناقص كيو سكوير، أوكي، والتكلفة 10 زائد كم؟ زائد 5 كيو زائد كيو سكوير مضبوط.
طيب نشوف مع بعض الآن مرة أخرى. عندي هنا 40 ناقص كيو سكوير ناقص 10 ناقص 5 كيو زائد ناقص كيو سكوير على 4. لو جمعتها حيساوي، حشتق الآن، خلينا نشتق الآن. إذا الآن دي شرطة كيو، حتى ممكن أجمعها ثم أشتق، ما في إشكالية. ممكن أقول 40 ناقص 10 فيها 30، وناقص كيو سكوير ناقص كيو سكوير على 4 حيعطيني 1.25 كيو سكوير ناقص 5 كيو. ولكن ممكن نشتق احنا مباشرة وبدون ما نبسط. يلا نشتق مع الآن. 40 مشتقتها 0 ناقص كيو سكوير مشتقتها ناقص 2 كيو، ناقص 10 مشتقتها 0 سالب 5، سالب 5 كيو مشتقتها سالب 5، سالب مشتقة كيو سكوير على 4 سالب 2 على 4 كيو. اوكي، مرة ثانية حيكون عندي سالب 2 كيو ناقص 5 ناقص نص كيو. اوكي، الآن أحاول أجمعهم الآن مع بعض. حيكون عندي تقريبا سالب 2 كيو ناقص نص حيعطيني كم؟ طبعا هنا حساويها بالصفر. سالب 2 وسالب نص حيعطيني سالب 3، سالب 5 على 2، سالب 5 على 2 كيو ناقص 5 تساوي 0. اوكي، طيب نبدا الان نحسب الان بالضبط. حيكون عندي سالب 5 على 2 كيو تساوي 5، سالب 5 كيو تساوي 10. اذا كيو حتساوي 10 على سالب 5 فيها كم؟ سالب 2. خلونا بس اتاكد مره اخرى، قد يكون في خطا عندي في الاشاره هنا او في نقل الرقم. 40 كيو، نعم 40 كيو ناقص كيو سكوير صحيحه. 10 زائد 5 كيو زائد كيو سكوير على 4 ممتاز. حنقوم الان بعمليه الطرح. 40 كيو ناقص كيو سكوير ناقص 10 ناقص 5 كيو ناقص كيو سكوير، هذه نعم هذه احنا وجدناها هنا. نعم اذا 40 كيو، نعم 40 كيو، فهي 40 كيو، ها هنا الخطا 40 كيو. اوكي ولا لا؟ اذا 40 كيو، هذه 40 كيو، لاحظتوا معي انا لما نزلتها هنا فقط 40. اذا 40 كيو ناقص كيو سكوير، 40 كيو ناقص كيو سكوير ناقص 10 ناقص 5 كيو ناقص كيو سكوير. طيب 40 كيو ناقص 5 كيو حيعطيني كم؟ 35 كيو ولا لا؟ خليني اعيدها مره ثانيه، معلش عذرا عذرا، اعيدها مره ثانيه هنا. اوكي، اذا مره اخرى انا نقلت هذه فقط 40 هنا حتى نتاكد، هذه 40 كيو. اوكي، اذا مره اخرى دي اوف كيو حتساوي 40 كيو ناقص كيو سكوير ناقص 10 زائد 5 كيو زائد كيو سكوير على 4 صحيح. نعم خلوني افك القوس الان. حيكون عندي 40 كيو، ايوه، ناقص كيو سكوير، طبعا انا قبل شويه نزلت 40 فقط، اذا 40 كيو ناقص كيو سكوير ناقص 10 ناقص 5 كيو ناقص كيو سكوير على 4. اوكي، الان حجيب المشتقه، حشتق الان الدي. 40 كيو مشتقتها 40 ناقص 2 كيو، اشتقيت الكيو سكوير، ناقص 10 مشتقتها 0 ناقص 5 ناقص 2 على 4 كيو. اوكي، 40 ناقص 5 فيها كم؟ فيها 35 ناقص 2 كيو، هنا حيكون ناقص نص كيو، طبعا ما انسى تساوي 0 ولا لا؟ احنا قلنا حيكون عندي الربح اعلى ما يمكن عندما تكون المشتقة الاولى هاي طبعا تساوي صفر. اوكي، طيب ناقص 2 كيو ناقص نص حيعطيني سالب 2 ونص اللي هو سالب 5 على 2، حيعطيني كم؟ سالب 5 على، اذا 35 سالب 5 على 2 كيو تساوي 0. انا وحدت المقامات، اذا 35 حتساوي 5 على 2 كيو. إذا حيكون عندي كيو حتساوي 2 في 35 70 على 5 وتساوي كم؟ 14. إذا عندي قيمة أو الكمية المطلوبة هي كم؟ هي 14. إذا أي أن الربح يكون
أي أن الربح يكون أعلى ما يمكن عندما تكون عدد الوحدات المنتجة تساوي 14 وحدة. أوكي، خلوني أبدأ أعوض ال 14 الآن في الدالة الأساسية ونشوف مع بعض إيش بيصير معي. إذا خلوني أعوض حتى أحصل على الربح الختامي. إذا عندي دي أوف 14 حيساوي، حبدأ أعوض الآن. إحنا بعد ما عوضنا استخدمنا للتسهيل، هختار المعادلة الأولى، ما في إشكالية، هختار المعادلة الأولى. أوكي، أختار المعادلة هذه. نعم، أوكي، أختار المعادلة هذه، ما في إشكالية. أوكي، إذا دي 14 حيساوي 40 مضروبة في 14 المعادلة هذه الأساسية ناقص 14 مرفوع للقوة 2 ناقص 10 زائد 5 في 14 زائد 14 تربيع على 4. أنا فقط عوضت الآن بالكمية في المعادلة الأساسية حتى أحصل على الربح النهائي. طبعا بس اختصارا للوقت، يعني حيكون عندي الجواب في الأخير، لو حسبت هذه 40 في 14 ناقص 14 تربيع ثم حسبتها، حيث في الأخير حيكون عندي 235 ريال. إذا الربح النهائي عندي كم؟ 235 ريال. خليني أعيد مرة ثانية المسألة. التمرين طويل جدا. جد القيمة العظمى للربح إذا كان الإيراد يساوي 40 كيو ناقص كيو سكوير، والتكلفة هي 10 زائد 5 كيو زائد كيو سكوير. طبعا المطلوب مني الآن إيجاد القيمة العظمى للربح. كما تعلمون الربح يساوي الإيراد ناقص التكلفة، الإيراد ناقص التكلفة. أوكي، وقلنا متى يكون عندي الربح أعلى ما يمكن؟ إذا طبعا إذا كان عندي المشتقة تساوي صفر، مشتقة الدي. إذا عندي دي تساوي R ماينس سي، إذا أستطيع أني أعوض الآن. الدي حتساوي، أجيب الآر اللي هي الإيراد، 40 كيو ناقص كيو سكوير ناقص التكلفة اللي عندي هذه أمامنا الآن، 10 زائد 5 كيو زائد كيو سكوير، ثم أقوم بعملية الطرح. صارت عندي هذه المعادلة النهائية بالشكل هذا. طبعا هنا كان في خطأ، لم أنزل الكيو هذه، فلذلك كملتها هنا بالضبط. لاحظوا معي التكملة بالضبط. إذا عندي الآن هذه المعادلة، هذه المعادلة هي نفس هذه المعادلة. حبدأ الآن أشتقها حتى أساويها بالصفر. المشتقة الأولى 40 ناقص 2 كيو ناقص 5، طبعا هذه بصفر، ناقص 5 ناقص 2 على 4 كيو. 40 ناقص 5 35 ناقص 2 كيو ناقص 2 على 4 وناقص نص، لو جمعتهم ما بقى هيعطوا ناقص 5 على 2. معادلة الآن أساويها بالطرف الأيمن والطرف الأيسر، فعندي 5 كيو تساوي 35، هذا يعني أن كيو تساوي 70 على 5، هذا يعني أن كيو تساوي 14. الآن عندي الكمية هي 14، فقط عليني أعوض بها في المعادلة الرئيسية. المعادلة الرئيسية اللي عندي هذه أمامكم الآن، لما عوضتها في المعادلة الرئيسية أحصل على الربح الأعلى أو الأعظم، وهو 235. طيب خلوني أعطيكم الآن تمرين، وأنتم إن شاء الله بإذن الله تحلونه بأنفسكم بنفس الطريقة. تمرين جد القيمة العظمى للربح إذا كان الإيراد يساوي 20 كيو ماينس كيو سكوير، والتكلفة تساوي 10 زائد 3 كيو بلس كيو سكوير على كم؟ على 8. أوكي، عندي الآن إيراد وعندي تكلفة، فقط عليك أنك تعوض في الربح. الربح تساوي الإيراد ناقص التكلفة، ثم تطرح طبعا، ثم تشتق المشتقة الأولى وتساويها بالصفر وتوجد قيمة الكيو. إذا أوجدت الكيو عوض بها في المعادلة الرئيسية. إحنا قلنا دي تساوي R ماينس السي، ثم إن شاء الله تستمر وتوجد الحل. مسألة بسيطة جدا، إن شاء الله ما يكون فيها أي صعوبة. نأتي الآن إلى التطبيق الرابع. إحنا أخذنا ثلاث تطبيقات، أخذنا دليل الطلب ودليل الإنتاج، ثم أخذنا الربح أو الفائدة. الآن التطبيق الرابع والأخير في هذه المحاضرة
حيكون طبعا مرونة الطلب. إذا أربعة تطبيق الاقتصادي الرابع وهو مرونة الطلب. أنا تعمدت اليوم يكون تطبيقات اقتصادية فقط، مرونة الطلب. إذا كان y تساوي f of x، فإن مرونة هذه الدالة بالنسبة إلى x تساوي، لاحظوا معي e، المرونة تساوي e x على y مضروبة في dy by dx. اوكي، طبعا لو اسقطنا هذا الكلام على الشغل اللي اشتغلنا الان وبشكل خاص، اقدر اقول الان اذا كانت qd تساوي f of b، فان المرونة تساوي، لاحظوا معي المرونة الان e of d حتساوي b of qd مضروبة في ديو كي دي مقسومة على دي بي. هذه قاعدة مهمة جدا. إذا هي عبارة عن بي مقسومة على الكيو دي مضروبة في مشتقة الكيو دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للسعر، بالنسبة للسعر. أوكي؟ طيب خلوني آخذ الآن مثال حتى تتضح الصورة أكثر. مثال، إذا المرونة مرة أخرى، وش المرونة؟ عبارة عن البي السعر على الكمية مضروبة في مشتقة الكمية على بالنسبة للسعر. إذا كان منحنى دالة الطلب على سلعة معينة هو P يساوي 15 ماينس 3QD، فأوجد مرونة الطلب عندما كيو دي تساوي ثلث. اوكي، طيب اذا السؤال واضح. اذا كان منحنى الطلب هو بي تساوي 15 على ناقص 3 كيو دي، فاوجد مرونة الطلب. طيب اذا الحل، اولا علي الان اني اوجد الكيو دي. طبعا عندي هنا بي تساوي 15 ماينس 3 كيو دي، علي اني اوجد الكيو دي لوحدها. اذا اقدر اقول 3 كيو دي حيساوي 15 ناقص بي، نقلت الكيو دي هنا والبي نقلتها في الطرف الاخر. اذا انا احتاج الكيو دي، اذا الكيو دي بالقسمه على 3، 15 على 3 فيها 5 ناقص ثلث بي، إذا بالقسمة على 3. أوكي، إذا عندي الآن أوجدت الآن الكيو دي بكل بساطة. المرونة طبعا، وش المرونة؟ يقول المرونة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بي السعر على الكيو دي مضروبة في مين؟ في مشتقة الكيو دي بالنسبة للبي. أوكي، أوجدت البي أنا الآن، علي الآن إني أوجد ماذا؟ أوجد المشتقة. إذا خلوني أجيب الآن ديو كيو دي بالنسبة للسرعة، بالنسبة للسعر ب 5 مشتقتها صفر، إذا سالب ثلث. إذا أوجدت الآن مشتقة الكيو دي، طلعت معي بكم؟ بسالب ثلث. الآن مرونة الطلب حسب القاعدة عبارة عن إي بالنسبة لل عبارة عن 15 ناقص، عبارة عن أصل القاعدة هذه أمامنا، عبارة عن P على QD مضروبة في DQD بالنسبة لمين؟ للسعر. أوكي، إذا E حتساوي P، عندي كم قيمة ال P؟ هذه ال P أمامنا الآن، وين هي؟ ال P عبارة عن 15 ناقص 3QD. أوكي، الكيو دي موجودة عندي قيمتها كم اللي أعطاني إياها في السؤال؟ أعطاني الكيو دي بكم تقريبا؟ الكيو دي أعطاني إياها معطاها، نعم الكيو دي أعطاني إياها في السؤال. وين السؤال؟ هذا السؤال الكيو دي ثلث.
كيو دي قيمتها كم؟ ثلث. إذن مقسومة على ثلث مضروبة في المشتقة. مشتقة لدي كيو دي باي تي بي هذه أوجدناها مع بعض عبارة عن كم؟ سالب ثلث. طيب نأتي الآن نعوض بالكيو دي في قيمتها المعطاة عندي. الكيو دي أعطانيها في السؤال أعطانيها عبارة عن كم؟ الكيو دي عبارة عن ثلث. إذن الكيو دي هنا في السؤال تساوي ثلث. حبدأ أعوض فيها هنا ونشوف مع بعض إيش بيصير معي. حيساوي الآن 15 ناقص 3. الكيو دي هذه قيمتها ثلث مضروبة في ثلث على ثلث مضروبة في كم؟ في سالب ثلث. طبعا هنا ممكن أنا أشطب ثلث مع ثلث حيعطيني سالب واحد، حيبقى عندي سالب واحد، حيساوي سالب 15. 3 في ثلث بسالب واحد موجب واحد، واضح؟ إذا 3 في ثلث بكم؟ بسالب واحد مضروبة في سالب تعطيني موجب واحد، حيكون في الأخير كم؟ سالب 14. أوكي؟ إذا وضع عندي المرونة الآن هي سالب 14. خلينا نعيدها مرة ثانية، أعيدها مرة أخرى. مسألة بسيطة جدا. إذا كان منحنى دالة الطلب على سلعة معينة هو P تساوي 15 ناقص 3QD والمرونة عفوا، فأوجد مرونة الطلب عندما QD تساوي ثلث. أوكي؟ هذا السؤال. طبعا أنا ما أنسى أنا عندي قاعدة المرونة هذه أمامنا الآن، هي عبارة عن P على QD مضروبة في DQD على DP. طيب سوينا الآن، شو مع بعض كيف بدينا الحل. أولا أخذت الآن المعطى عندي في السؤال P تساوي 15 ناقص 3QD، أحاول أوجد قيمة الكيو دي. هذه الكيو دي بالضبط عبارة عن 5 ناقص ثلث بي، ثم أشتقها، أشتقيتها المشتقة الأولى، لما أشتقيتها طلعت معي كم؟ سالب ثلث. الآن أجيب المرونة، المرونة عبارة عن E تساوي 5 على كيو دي مضروبة في مين؟ مضروبة في دي كيو دي باي دي بي. أنا عندي البي موجودة معطاة عندي في السؤال، هذه بي موجودة كتبتها في البسط، مقسومة على الكيو دي المعطاة عندي، أعطاني الكيو دي عبارة عن ثلث معطاة في السؤال، كيو دي معطاه في السؤال ثلث مضروبه في المشتقه. هذه المشتقه شوفوها كم مشتقه الكيو دي بالنسبه للزمن بالنسبه للسرعه بالنسبه للسعر، هي عباره عن كم؟ سالب ثلث. استنتجناها مع بعض، اذا مضروبه في سالب ثلث. ممكن اشطب الان ثلث مع ثلث حيبقى عندي سالب واحد، اذا عباره عن حيساوي مره اخرى 15 ناقص 3 على 3 مضروبه في كم؟ في سالب واحد. اوكي، هاي طبعا عباره عن 15 ناقص 1 وتساوي 15 ناقص 1 ب 14 مضروبة في سالب 1 وتساوي على طول سالب 14، أو ممكن تحسبها بالطريقة هذه، كل الطرق تؤدي إلى الحل. إذا عندي واضح المرونة عندي كم؟ المرونة طلعت عندي سالب 14. خلوني أعطيكم الآن تمرين في المرونة، تطبيق على المرونة. إذا تمرين، إذا كان أنا حاولت أعطيكم تمارين مشابهة للأمثلة، يعني اللي بيحل الأمثلة ويرجع يطبق التمارين إن شاء الله لن يجد أي صعوبة. إذا كان منحنى دالة الطلب على سلعة معينة P تساوي 8 ناقص 4 QD، فأوجد مرونة الطلب عندما QD تساوي كم؟ تساوي نص. هذا سؤال بسيط جدا، طبق أو تطبيق على ما تعلمناه خلال هذه المحاضرة. طبعا آخر شيء عندي هي الدخل الحدي، والدخل الحدي أيضا بسيط جدا، ممكن أتركه إلى المحاضرة القادمة للتسهيل، أو ممكن ننهيه الآن حتى فقط تكون المحاضرة القادمة فقط أتكلم فيها عن المشتقات الدواء الأسية واللوغاريتمية. طيب احنا نقول طبعا الدخل الحدي، حتى بس أبسط لكم الفكرة، آخر نقطة عندي معلش. هذا التطبيق الخامس. إذا كانت P عبارة عن دالة في X تمثل السعر الذي تباع به البضاعة أو الكمية،
نقدر نقول فإن الدخل الإيرادي أو الدخل الكلي الناتج عن هذه المبيعات هو كالتالي: الدخل التوتال أو الدخل الكلي هو بي أوف إكس ويساوي إكس في جي أوف إكس. طبعاً عندي الآن المشتقة دي دي باي دي إكس يعتبر الدخل الحدي، الدخل الحدي. مثال: إذا كان الدخل الحدي تي الناتج عن بيع إكس من علب نفرض هنا علب، أنا وضعت هنا علب الزيتون، علب الزيتون معطى بالعلاقة التالية، معطى بالعلاقة التالية عفوا. فإذا كانت معطى بالعلاقة التالية، إذا كانت عندي T تساوي X تربيع على 10 زائد 10 X، هذه العلاقة الآن. إيش المطلوب مني الآن؟ أوجد الدخل الكلي، أوجد الدخل الكلي الناتج عن بيع 200 علبة، أوكي؟ وأيضا أوجد الدخل الحدي الناتج عن بيع العلبة العاشرة، أوكي؟ إذا هذا مثال بسيط جدا نحاول نحله الآن معكم. احنا نقول الان عندي احنا قلنا الدخل الحدي عندي الان معادلة بالشكل التالي: x تربيع على 10 زائد 10 x. اوجد الدخل الكلي الناتج عن بيع 200 علبة، اوكي؟ فانا فقط بقوم بعملية تعويض مباشر. اذا هنا واضح عندي بس فقط تعويض مباشر، انا عندي x تساوي كم؟ تساوي 200. ببدأ اعوض الان. اذا هذا الدخل حيساوي t، حتساوي 200 تربيع على 10 زائد 10 ضرب 200. لو ضربتها، طبعا انا حسبتها هنا جاهزة عندي تقريبا، حتساوي 6000 ريال، اوكي؟ اذا عملية التعويض مباشرة 200 اضربها في نفسها ثم اقسمها على 10، بس حتى بس نوفر الوقت، اوكي؟ اما الدخل المطلوب الثاني، انا فقط هذا مباشر، يعني السؤال هذا كان مباشر. ايضا الدخل الثاني او الدخل نسميه الدخل الكلي ناتج عن بيع، اذا الدخل الكلي الناتج عن بيع 10 او البيع العلبة العاشرة، يعني كان احنا بينا فقط 10 علب، فهو كالتالي: تي حتساوي 10 تربيع على 10 زائد 10 مضروبة في 10 وتساوي، لحسبتها حتجد 110 ريال. إذا هذا أيضا الدخل الحدي مسألة بسيطة جدا، يعطيني مسألة أو معادلة بالصورة هذه، طلب مني إيجاد كمية الدخل عند بيع 200 علبة أو 100 علبة أو 300 علبة، فقط تعويض مباشر وتوجد قيمة الدخل الناتج. طبعا بالنسبة للدخل الحدي، آخر خطوة عندي الدخل الحدي، احنا حسبنا الدخل الكلي، الدخل الكلي ناتج عن 10 علب طلع 110. إذا الدخل الحدي الناتج عن بيع العلبة العاشرة، فأنا بستخدم عملية الاشتقاق. إذا dt بالنسبة لي x عندما x تساوي 10، أوكي؟ إذا زي ما ذكرنا قبل قليل الدخل الحدي هو dt by dx. فأنا الآن بحاول أشتق t حتساوي x تربيع على 10 زائد 10 x. خلوني أشتق الآن بالنسبة لمين؟ بالنسبة ل x. إذا dt بالنسبة ل x حتساوي مشتقتها 2 x على 10 زائد كم؟ زائد 10. 2 على 10 فيها x على 5 زائد 10. هاي طبعا dt بالنسبة ل x. فقط الآن علي أن أعوض بكم؟ أعوض الآن بالعشرة، العلبة العاشرة. بالنسبة للعشرة حيساوي 10 على 5 زائد 10، 10 على 5 فيها 2، 2 زائد 10 فيها 12 ريال، أوكي؟ إذا أنا فقط تعويض مباشر. مرة أخرى الدخل الحدي قلنا معادلة معينة،
الدخل الحدي عفوا عبارة عن مشتقة الدخل الكلي، هذا الكل الدخل الكلي لما أشتقه يعطيني الدخل الحدي. أعطاني الآن تمرين بسيط أو مثال، إذا كانت عندي تي تساوي إكس تربيع على 10 زائد 10 إكس، أوجد كمية الدخل إذا بعت 200 علبة، أو تعويض مباشر بالإكس ب 200، عوضناها مباشر طلع 6000. إذا كان المطلوب الدخل الكلي في 10 علب بس فهي 110. أما إذا طلب الدخل الحدي، الدخل الحدي الناتج عن بيع العلبة العاشرة، فأنا مضطر ما دام قال الدخل الحدي فأنا مضطر إني أشتق بالنسبة لإكس. إذا أشتقيت الآن هذه التي أشتقها الآن 2x على 10 زائد 10، ثم أنا أعوض بقيمة الإكس اللي هي 10، عوضت بها في المعادلة وجدت عندي كم 12 ريال. آخر شيء تمرين أيضا في هذا التطبيق الاقتصادي، التمرين إذا كان الدخل الناتج عن بيع إكس من علب ولتكن علب الحليب معطى بالعلاقة التالية: تي تساوي إكس تربيع على 5 زائد 5 إكس، هذه علاقة. أوجد الدخل الكلي عند بيع 100 علبة حليب، أوكي؟ وكذلك أوجد الدخل الحدي الناتج عن بيع العلبة رقم 30، أوكي؟ إذا عندي تمرين بسيط جدا مباشر، مطلوب منكم الآن إيجاد الدخل الكلي عن بيع 100 علبة، ثم الدخل الحدي الناتج عن بيع العلبة رقم 30. كذا نكون انتهينا من التطبيقات، أعطيتكم 5 تطبيقات: دليل الطلب ودليل الإنتاج، وأيضا أخذنا الدخل الحدي، وأخذنا المرونة. وإن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله سأتكلم فيها عن ماذا؟ سأتكلم عن الاشتقاق، اشتقاق الدوال المثلثية والدوال الأسية بإذن الله. لو شفنا نستعرض معكم ما قدمنا هذا اليوم، كما ترون تطبيقات اقتصادية أخذنا دليل الطلب ثم دليل الإنتاج، أنا وضعت لكم تمارين أيضا هنا موجودة أمامكم، الربح أيضا R ناقص C، هنا ملاحظة مهمة جدا يكون الربح أعلى ما يمكن إذا تساوت طبعا الإيراد مع التكلفة، أيضا مرونة الطلب، وأعطيتكم مثال وأعطيتكم تطبيق عليه، ثم الدخل الحدي اللي كان آخر شيء. إن شاء الله المحاضرة القادمة حتكلم عن مشتقات الدوال الأسية واللوغاريتمية بإذن الله. شكرا لاهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.